من قال أن الشباب لوحدهم قادرون على صنع التحدي، فمسنات جمعية الأحسان للأيتام بمدينة الأغواط وبكل عزيمة يشكلن خلية نحل ويصنعن أجمل المشاهد التضامنية خلال هذا الشهر الفضيل. أنا بدينا نوزعوا 130 قفة بين اليوم وقدوة، وإن شاء الله ماذا بينا يزيدوا المحسنين به نزيدوا. راه فيها كاع المواد الغذائية كاملين، طماطيشها بزيت بحليب كونديا بشربة بدجاج بأي حاجة، قهوة سكر حليب كاع فيها الخيرات الحمد لله. وماذا بينا المحسنين يعاونوها، على خاطر شي هذه الجمعية راها ناشطة وراها تخدم وراها تجاهد المخلوق العام بطول، مش غير رمضان ولا كاع المناسبات راها واقفة. الجمعية تحصي عدد هائل من اليتامى وتتطلع إلى المزيد من المساعدات. احنا جمعيتنا راه تحصي 650 عائلة يتيمة، وإن شاء الله ماذا بنا الأيتام راه كاينين المعزين اللي يخلصوا 700,000 فهجيها، واللي عدا 7 و8 و9 رقاب فهجيها. ماذا بنا المحسنين يكثروا، وإن شاء الله الناس الخير يكثروا، واللي دار حاجة راه يديرها لوجه ربي. وتبقى الحاجة فطوم ومن معها من المتطوعات، وبالرغم من تقدمهن في السن نموذج يحتذى به في إسعاد قلوب عائلات اليتامى.